كده وصلنا شاطئ القوات المسلحة اللي الفرد فيه مش طويل. بص شكله حلو جدا ونضيف مش يعني حاجة كده خلاص تمام حلو قوي. بنشكح قوي يا يوسف. بص الشاطئ حلو جدا ونضيف قوي غير بقى الشواطئ اللي هي مكان ب10 جنيه بعد كده دخول الشاطئ ب10 جنيه. احنا دخلنا القوات المسلحه اول ب20 جنيه بره لما بنخش عند الشاطئ بندفع 10 جنيه للفرد تمام اهو. بياخدوا يا جماعه 15 مش 10 بيدوك شمسيه واربع كراسي تمام. سمره اهي وسعاد السمر الصغيرة. السمر يا جماعة دي قاعدة هنا في نص البر. في منهم بيعدوا في مصر بس غير بتاعت هنا مش عارفه ليه. اتنين جنيه ونص الواحدة يا جماعه. عندي سوداني والسوداني والجبان والزمزم اللي هي المدوره الكبيره المقرمشه. الطاية دي بخمسة جنيه واحد معدي جبنا منها كل الألوان. كل الألوان احنا جبناها بخمسة جنيه. انا مجيش انا خيطتها بصراحة ولا هي سامعين عم يقول بخمسة جنيه بخمسة جنيه. بص يوسف شوفوا الألوان أزرق وبرتقاني وأبيض بخمسة جنيه. ده شط تاني كمان جنبي حلو جدا جدا جدا. المشروبات هنا رخيصة مش غالية يعني بس غالي غير اللي ببلاش تمام. بس عايزه اقول الشط اللي ببلاش بقى زحمه موت موت. يوسف طبعا تبعنا مشينا اهو. احنا قعدنا كتير قعدنا شويه كتار يعني احنا دخلنا على الساعه بدات مطلبت تبقى خمسة. يعني احنا جينا النهارده روحنا البيت غيرنا ونزلنا على طول. هو غير عشان ده تبع القوات المسلحة. بصوا القوات المسلحة حلوة قوي ازاي جميل ونضيف بكرة إن شاء الله هنروح شاطئ الخليج بإذن الله.
لازم كارت، ما ينفعش الصورة عادية، لازم كارت يا كابتن. ايه يا عم صورنا ربنا. تعالى هنا يا من ايه؟ انا عايز اعمل لك صوره مع بنتك، هتصوري ولا ايه؟ يلا واحد عادي يا حبيبي. هي زي الفل كده خالص. لا براحتك راكبين البدال والله. لا شوف كام يا صغير، انا اعرف ارقام البدال بكام. اعرف هقول لكم برضه، استنى فرحكوا بقى ايه البحر كله. خلاص الشام بخمسة جنيه اهي، بس حلو ونضيفه زي الفل. تمام اهو. ودي ندى وقعت وقعت يديني وش كندا كده، وقعت بص ودماغها وقعت ورجلها اتجلطت من هنا من هنا، وظهرها وايديها اتدمرت يعني. ندى اتدمرت، بس بجد الشط نضيف وجميل. تيجي بدري اللي عايز، اللي عايز زبسه تيجي بس. زي ما انتم شايفين لبست قميص حسن، لان الميه في البدال الموج عالي بهدلنا، كنا بهدلت ميه. اللي عايز يجي الشط هنا ويتبسط يجي بدري، يعني احنا جينا فيها كده الصبح. خدي منه 40 جنيه دول ياخد، يجي بدري يحط بس يا بكيزه، يقعد بدري بجد. الميه مش وسخه لسه والمكان نضيف. راس البر غالية ولا قد ايدينا؟ غالية. راس البر رخيصة مش غالية، واسعارها حلوة. تمام؟ ان شاء الله هتيجوا يوم ولا يومين كده. الواحد بيجي المصيف بيفك الكبت بيغير كده اللي هو كده عادي يعني، بس كده. البدال سألت لكم حسن دلوقتي الساعة ب 100 جنيه. يعني انتوا اخدتوا لكم ربع ساعة ولا نص ساعة ب 50، مش وحش. تمام؟ ويمكن فيه برضه حلو وجميل.
جبناه 80 جنيه، جبنا بولوس لينا ده كبير اللي كان لابسها البامبا ده، خدناه منهم 110. دي ب5 جنيه. قلنا كده الالوان اللي عندك، الالوان في موف 5 جنيه واحده، في موف وفي وانا المنقطه بالاسود، المنقطه فيها الورد دي 5 جنيه. هنا كل الالوان 5 جنيه واحده. حلوه قوي ازاي؟ منها دي كمان اهي 5 جنيه بلاش، واحد ياخد حبه زي بحبه في العتبه. احنا قاعدين اهو بنشتري، قاعدين من الساعه دي داخله على 2 اهو، احنا قاعدين من 5:30 الصبح لحد الساعه 2. سعاد جابت طربون جديد اهي لسه مشترياه اول مره في حياتي. وقابلنا الوليه دي جات لنا على البحر، قابلناها وجابتنا معاها سابلي، قلت لها خد وانت ماشيه. شايفين صوت عرب زي ما ان هي عندنا مقاميات، بس عسل والله سعاد جو جميل. طلعت صاحبة قناة كلام في الحياة مع جيجي، كلام في الحياة جيجي. ايوه هي يعني انا معانا في الفيديو شو بنتها بنت، والنبي هوريكم شكل بنتها. شكلي يا جاية انت تخش النار. بصي بنتها هدايا، بصي بنتها دي والنبي شبهها بالله عليكم يعني. وسعاد قاعده تتفاصل مع عيالها بتوع البناطيل لما طلعت عينه. بصراحه صدفه امينه ما بتفاصلش والله، انا استغربت. لا بتفاصل، عاوزه البياع يشتري حقي ربنا وقلبها عليه. انا استغربتها يعني، هي حته منها تدين احف الشمس في الشوارع وتلف. انا معلش ماشي على 5 جنيه ولا 10 جنيه نوتة وندى. بس يا ماما بس ما تفاصلش خالص على منتنا. بس صدفه وصدفه عليا بقى، الراجل قايل لنا على البنطلون علي مش حفيله لسه مفترقه صغيره. والعيال نامت، بنتي نايمه هي على ايدي والعربيه بتاعتها نايم فيها موزه ابن محمد، وسعاد جابت التربونه اهي. صرفت وكلمت بصراحه. ايوه وبنتها المسكينه اللي نايمه اسمه قناتي ايه تاني؟ ايوه حبيبتي يا جماعه ارجوك راح على السوق الكبير عشان خاطر اشتري سمك عشان نتغدى بقى. احنا دايما بنجيب السمك من عزبه البرج الصبح، بس النهارده احنا ما عرفناش نجيب، بمعنى اصح قعدنا في الميه كتير ونسينا. ده كده اول السوق كده اهو. طبعا في المكان اللي احنا كنا فيه سوق وبيبيعوا سمك وكده، بس غالي. هنا ارخص وانضف واحلى. تمام تعالي بقى ايه نشوف هنشتري ايه. بص اهو والفرن اهو. طبعا بالليل بيبقى المكان ده زحمه جدا عشان ده اللي في ظهر شارع النيل. بصوا محلات السمك كتير قوي، حلو جدا. اي واحد عايز شكله حلو ده. واحنا راجعين العرمه تقلع. ايه السمكه دي؟ سنة هي يا عم اول هترجع تقول لك لا اجيب. ماشي كام سمكه؟ شوف حلاوه سمكنا بتصور ازاي على الموبايل. انا حر اصور براحتي. بقول لك ولا حاجه، بقول لك يعني حلاوه سمكنا ايه؟ ماشي هندوق. صبور يا حط الربع، حط الربع. اندكسي اندكسي. خش كلا. السمك هنا. السمك الكبير ده لسه جاي. ده اللي جبت جاهز منه. دي السمكات دي سمك ايه ده؟ دول التاني غريب ده. بكام بقى البولتي عندكم ده؟ البولتي عندنا ب 30 بس. ايمن شايف يعني البوشيه ازاي؟ ايوه طبعا. بتيجي لغالي؟ وبكام الجمبري بقى؟ 120. كله؟ اه. والبوري ب 50 ده ب 40 ده
بس يعني خليني بس اقول لك هنعمله ايه. وبكام الدنيس ده؟ دنيس 140. وده؟ ده 140. اه غطا موسى اه من 10. طب كمان؟ قبولها ب 150 جنيه. قبولها ب 150 كتيرة. الدكورة ب 110. الدكورة ب 110. دي كتير عليها 150 جنيه. يا عم عشان 130. جبت لك اثنين، جبت لك كل واللي هناك ده 230. اللي هناك ده اللي جنب الاحمر 130. ربع ساعه دي. والله العظيم والله العظيم والله العظيم جاوب 28 جنيه. قولي كده في الفيديو الحته النصب دي ولا نجيب من ده ولا نجيب من ده؟ الجمبري ده حلو. ده حلو؟ قولي 170. لا ده بكام الجمبري ده؟ قول ده بكام؟ ده عامل 170. 170 ده. وده قلت بكام؟ 130. ده قبل الاتصال؟ قبل الاتصال مصلحة الضرايب. اه هوديكم مصلحة الضرايب. نروح نجيب بقى خضرة من أول الشارع. إيه بقى؟ نجيب كرات وليمون. اه تعالى. هنا ولا من البيت؟ اه تعالى نجيب فجل. ازيك يا حد؟ ترجير. عايزين كم واحدة جمبري؟ بصل وليمون ونعناع وخس وملوخية. ملوخية غير دي، ملوخية غير دي. الورقة الكبيرة دي 10 الو 3 9 ولا 60؟ 3 9. حبايبي كده خلصنا. انا قاعدة في الكافيه اللي جنب بتاع السمك على ما يشوي لنا السمك. كده اوريك لكم يومين بقى، اول يوم وتاني يوم. وراس البر الحلوة يا جماعة ونضيفة وجميلة وحاجتها حلوة جدا. أسعارهم في السمك يعني زيادة عن مصر، حاجات بسيطة بس نضيفة بقى، وأشكال وألوان وكل حاجة. الأماكن هنا حلوة قوي. فيا جماعة لو تفكروا. لا لا في البيت بجد والله في البيت. فأنتوا لو مش عايزين تقولوا راس البر تقولوا مش حلوة، لا بجد تعالوها وحلوة جدا وعلى ضمانتي والله حلوة وعلى قد إيديكم وأرخص من أماكن كتيرة بجد حلوة. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله بقى، اكل السمك ونروح نتغدى في البيت. يلا السلام عليكم.